رجعنا نتواصل معكم مشاهدينا من بعد التقرير هذا. ارحب في ضيف فقرتنا الثانية السيد عبد الوهاب السيد الرفاعي، مؤلف وكاتب. يا هلا مساءك مرحبا، بخير. يا هلا فيك. حياك الله معنا في برنامج شباب قوة فعل. طبعا انا الله يعني يحييك. ما اقدر اعبر عن هذا الانسان اللي دائما بالفعل من البدايه لما كنت اقرا له كنت جدا متاثره فيه، في كتاباته، في طريقته، شهادتي جدا مجروحه فيه. الله يسلمك، وايد سعيد انك معنا اليوم في سعيد بوجودي البرنامج. بينكم، الله يخليك. اكيد هو في كثير من الموضوعات اللي ممكن نتكلم فيها مع الاستاذ عبد الوهاب، ولكن اليوم راح نخصص موضوعنا او حلقتنا لهذا اليوم عن القراءه واهميه القراءه. خلينا نتكلم شنو اهميه القراءه في حياتنا. والحقيقة الكلمة لما تنقال أول شيء أهمية القراءة، الناس تظن أن مجرد أن بنعطي نصائح وأن القراءة هي وسيلتنا للتقدم وكذا. المشكلة الموضوع وايد أكبر من كذي. يعني القراءة هي تبني شخصية الإنسان بالكامل. كثير من الناس يمكن أمه وأبوه حتى يقصرون في تربيته لانشغالهم الزائد، يمكن لخلافات أسرية. القراءة هي اللي تبعده عن صحبة السوء، هي اللي تبني شخصيته وتعوض النقص اللي ما خذاه حتى من أمه وأبوه. يعني يمكن كثير من الناس فشلوا بدراستهم لكن لأنهم كانوا قراء نجحوا في حياتهم. نعم، أنا أتفق معك في نقطة أن القراءة اليوم في أشخاص لما نقول شنو أهمية القراءة يعتقد أنه هو لابد أنه يمارس سلوك القراءة لأنه هو شيء مهم. هو مو مهم، هو مو هواية القراءة. حتى لما يسألونك لا تقول هوايتي القراءة، هي حاجة وضرورة لازم تكون موجودة في كل إنسان إن اليوم هو يقرأ، لأن أنت لما قاعد تقرأ مو فقط كلمات متناثرة، أكيد لما تبتقرأ كم كلمة تبتشوف راح يصير عندك بعدين القدرة على المفاضلة ما بين الجيد وما بين السيء. صحيح. وشنو تقدر تكتسب من الأفكار. أنت اليوم عندك الكتاب هو عبارة عن أفكار وجملة من الفوائد اللي ممكن تكتسبها في هذه العادة أو هذا السلوك اللي تمارسه. بالتأكيد احنا تكلمنا عن القراءة وفوائدها، وبالتأكيد هناك كثير من الفوائد للقراءة، لكن بنذكر جزء من الفوائد هذه للقراءة في حياتنا. يعني يمكن نقول جزء منها نتعلم من تجارب الغير، حتى لو وحتى وإن كان من خلال رواية. جزء آخر منها تعلمنا يمكن أسس الحوار مع الناس. كثير من الناس يمكن نشوفهم حتى في حياتنا العامة لأنه ما يملك المفردات، فتلقى صوته يعلى يعوض النقص بالمفردات اللي عنده، أو حتى مرات يستخدم الشتائم يمكن. صحيح. لأن ما عنده المفردات الجيدة اللي يستخدمها في حواره مع الناس. تخلي الإنسان يكون الحقيقة محور للحوار الاجتماعي حتى بين أفراد أسرته ولا بين أصدقائه. منهم فينا ما يتمنى أن الكل يلجأ لأخذ الآراء، الكل يسمع كلامه. هذا ما يتم إلا إذا أنت كنت إنسان مطلع ومثقف. وهذا ما يتم أيضا إلا من خلال القراءة. بالتأكيد. يعني يمكن حتى سلوك القراءة مو بس يعني يعطيني المفردات. اليوم احنا يمكن عندنا كارثة قاعد تصير واحنا قاعد نستشعرها اصلا في مواقع التواصل الاجتماعي، في حياتنا، في المدارس. اللغة قاعدة تنهار. صحيح. لغتنا العربية قاعدة تنهار، وايضا حتى اللغة الثانية، خلينا نقول اللغة الانجليزية، مو سليمة. صحيح. فاحنا في عندنا مشكلة الان، لا قادرين نكون دقيقين في لغة ولا دقيقين في اخرى. عندنا صحيح. مشكلة بين لغتين قاعدين ندمجهم ببعض ونسبب كارثة في اللغة. في اعمال شبابية جديدة اشوفها انا، يعني كتاب صغار يمكن اقرا اعمالهم، كارثة فعلا. اخطاء فادحة، يعني اخطاء املائية، اخطاء لغوية فادحة. يعني يمكن النحو مو كل انسان مطالب انه يكون جيد نحويا. صحيح. اغلب الكتاب يعطي كتابة لمدقق نحوي، بس انا اتكلم عن مفردات بسيطة. نعم بالتأكيد. ولكن في بعض الكتابات اللي قاعدين نشوفها اليوم، كثرة الكتاب ما ذكرته وتو في نفس الموضوع، ولكن هناك كثرة كتاب في دخولهم هو يمكن بالوسط اللي هو وسط التأليف والكتب، فهذا الشيء مدى تأثيره على حياتنا؟ هل هناك تأثير من هالشيء؟ أنا أعتقد أنه تأثير إيجابي. الموضوع ينظر أكثر من منظور. أول شيء لازم نكون على اطلاع أن مجتمعنا الخليجي عموما قاعد يشهد نهضة ثقافية كبيرة في الفترة الحالية بسبب الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي وغيره. فبالطبيعي انه تطلع كثير من الاصدارات. صحيح. الجيد والرديء، حتى في الغرب، حتى في امريكا. ترى الكتب المشهوره والمعروفه تنعد على الاصابع، لكن في الاف الكتب الثانيه اللي تفشل اختلاف الطرح فيها طبعا بسبب رداءه حتى كتابتها. فهذا شيء موجود في كل مكان. ويمكن خلينا نتكلم عن هذا الموضوع، موضوع ان اليوم احنا قاعد نشوف في نهضه مثل ما ذكرت. كل شيء هو يبلش في بدايته قد لا يكون جيد. احنا ما نقدر نقول عن اي شيء كان
شفت من أول مرة، كل الأشياء تمر في تجارب سيئة إلى أن يتم صقل هذه التجربة أو تهذيبها وتنظيمها عشان توصل لمرحلة جيدة. يمكن إحنا قبل فترة ما كان عندنا نهضة في مسرح الطفل، إحنا قاعد نشوف اليوم في نهضة صحيح. وكله بأيدي شباب. إحنا ما كنا نشوف في شباب صغار يكتبون، كانوا الكتاب فقط الكبار هم اللي يدشون معارض كتاب، لا اليوم الشباب هم اللي قاعد يكتبون. احنا نتمنى نشوفهم في الفترات المقبله اكيد ناس كبار وبالفعل قادرين ينظمون تجربتهم. اليوم انت استاذ عبد الوهاب شخص يعني دائما حاضن للشباب، الله يخليك، حتى الكتابات موجوده المعلومه، موجوده المفرده، موجوده القصه، موجوده التشويق، موجوده كل هذه الامور. يمكن حتى تخصصك في ادب الرعب شد الكثير من الشباب. اليوم شنو دوركم كاشخاص اليوم؟ شديتوا شباب من مختلف الدول سواء كان بالكويت او حتى في الخليج العربي، شنو دوركم اليوم عشان تنظمون هذيل الشباب وتهذبون هوايتهم وموهبتهم؟ هو الحقيقة يمكن أنا أسست دار نشر من تقريبا 3 سنوات. أنا بديت الكتابة عام 99 يمكن استكمالا لكلامك. في ذاك الوقت كنت بروحي واقف عند الكتب وأبيعها، كان المنظر غريب. الآن ما شاء الله بالمعرض عند كل مكتبة تلقين شاب أو شابة كويتية عندها إصدار جديد. هاي ظاهرة حلوة وإن كان فيها بعض السلبيات وبعض الأعمال الرديئة. مثل ما قلت أنا أسست مع أخوي خالد النصر الله والأخت الكاتبة حنان السعيد أيضا دار نشر تتبنى المواهب الخليجية. الحمد لله تبنينا تقريبا 130 موهبة خليجية بال3 سنوات اللي فاتت، وطبعا بالمقابل رفضنا يمكن ضعفين هذا العدد من الأعمال اللي كنا نطلب من الكتاب أن يعني يتفادون الأخطاء اللي فيها أو أن يحاولون بعمل ثاني يكون العمل ما كان بالمستوى المطلوب. فالبعض كان يزعل من هذا النقد، لكن البعض الآخر والله يجتهد ويحاول بعمل أفضل. حلو، نعم بالتأكيد. هذين نتكلم عن بعض من أعمالك أستاذ في ما يخص الكتابات، آخر أعمالك شنو كانت وشنو كان أفضل أعمالك حتى لا؟ هو الحقيقة يمكن مو أنا اللي أحدد أفضل الأعمال، اللي يحددها القارئ. القارئ نعم. بنسبة المبيعات على الكتاب صحيح هو أقوى نعم. أعمالي وأكثرها انتشارا حالات نادرة، ثلاثية حالات نادرة اللي الآن قاعد أشتغل على الجزء الرابع إن شاء الله منها، الله. بينزل بمعرض الكتاب. كان أكثر مبيعا هو، نعم هو أكثر إصداراتي مبيعا وأكثرها انتشارا ما شاء الله. نعم. يمكن حالات نادرة هي حتى قصة يمكن بدأوا يتداولونها الشباب في المدارس وبدأت تصير قصة بالفعل الكل يعرفها. ممكن أن في ناس من حالات نادرة جاءت حق كتابات عبد الوهاب السيد ما قبل وما بعد، أصبحنا صحيح. نترقب معرض الكتاب لأن يمكن حتى الفئة العمرية مو محددة بالنسبة حق كتاباتك صحيح. إحنا اليوم في صدد أنك كاتب ولله الحمد، عندك الملكة في الكتابة، عندك القدرة أنك توصل معلومة وتحط حبكة وتحط قصة معاها معلومات مثل ما ذكرنا. هذا أكيد راجع حق قراءة طبعا. إحنا اليوم لأن في أشخاص أكيد قاعد يشوفون، أنا بنقول شنو أثر القراءة على تجربة عبد الوهاب السيد الناجحة؟ الحقيقة أنا في جميع مؤلفاتي تقريبا أحاول أن أخلي القارئ ما يطلع بس بفائدة متعة القراءة وخلاص، دائما أحاول أربط القصص بمعلومات علمية وتكون أحيانا كثيرة غير مألوفة عند القارئ حتى شيء يخص الميتافيزيقا أكثر. والله معلومات علمية يعني مواقع علمية، مراجع علمية أخذ منها المعلومات وأبني عليها ممكن قصص كاملة، ومرات حتى قصص واقعية أدمجها مع المعلومات العلمية هذه بس علشان أطلع القارئ بفائدة علمية. فلما يلي قارئ يقول لي والله أنا جميع الهوامش اللي في كتبك جمعتها مع بعض سويت لي مثل مرجع صغير من المعلومات، أعتبر هذا إنجاز كبير الحقيقة ويفرحني. نعم بالتأكيد القراءة بالتأكيد لها دور كبير في تقوية شخصية الفرد، راح يحصل على معلومات كثيرة، راح يمكن يأخذ خبرات كثيرة من خلال قراءته، راح يأخذ معرفة كبيرة كثرة قراءته. هل تفيده في تقوية شخصيته؟ طبعا هو القراءة تبني شخصية الإنسان بالكامل، هي يعني ما تكون بس مجرد ترفع من مستوى ثقافتك ولا لا، مو أنت لما ترفع مستوى ثقافتك هذه أحد عوامل تطوير ذاتك وتطوير شخصيتك أيضا وتحسين يعني حالتك النفسية. كثير من الناس الحقيقة اللي يلجؤوا لي بسن المراهقة كوني كتبت حالات نادرة فيطلبون مني نصائح بعلم النفس، كون حالات نادرة عبارة عن دكتور نفساني يروي أغرب القصص اللي مرت عليه. فدائما نصيحتي لهم مارس الرياضة، اقرأ، ابني شخصيتك. صعب انك تكون محترم بين أصدقائك وينظر لك باحترام وانت ما تقرأ، وقتك كله بالقهاوي ولا كله بالمجمعات التجارية صحيح. بناء شخصيتك يكون من خلال القراءة يعني خصص له وقت للقراءة يعني أنوار صح؟ في كثير من المقالات يمكن بدر إذا تتفق معي الناس تقول إذا أنت كنت موجود أو قاعد تقرأ كتاب
مجرد أنت قراءتك فأنت قمت بجولة حول العالم، صح. تعرفت على ثقافات شعوب، تعرفت على تاريخ شعوب ودول، تعرفت على كثير من الحقائق العلمية اللي حولك. مرات نلاحظ حتى في أشخاص إذا بنسولف معاهم ما عندنا يعني في نقطة خلاص تختلف بيني اختلف انا وياه، وتنقطع بيني وبينه نقطه الحوار خلاص، لان هذا الشخص مثل ما ذكرت ما يملك مفردات حتى القدره العقليه في عقل الامور وفي منطقتها، يصير شخص غير منطقي. صحيح. لأنه هو مو مكتسب هذه المهارات من خلال الافكار. انت مجرد قراءتك لكتاب معناته انت قرات افكار كثيره، فانت لما تقرا افكار وايد انت تحدد نوع الفكره اللي تقدر تتقبلها وتصير متقبل اكثر حق الشخص اللي امامك. صحيح كلامك عدل. كثير من الناس يظن انه يستعيض عن القراءه بالافلام الوثائقيه مثلا، او انه يقعد مع شخص مثلا يملك خبره في القراءه، غير، لان دائما باب الخيال يطور من افكارك. صحيح. هذا الشيء حتى نقدر نقيسه على مجال ضيق، لما انا اقرا روايه واشوفها كفيلم، لما اقرا الروايه خيالي ياخذني ابعد وايد من المكعب او المربع اللي انت حاطني فيه كمخرج الفيلم. نعم بالتأكيد. في هناك طرق سليمة لقراءة الكتب؟ هو الحقيقة تبدي، أنا دائما أقول ما في إنسان ما يحب القراءة في العالم، وفي إنسان ما يعرف شنو يحب في القراءة، يعني ما لقى الجو اللي يعجبه. تلقاه يمكن شرى كتابة أو كتابين من المكتبة، حاول يتصفحه ما عجبه وقطهم، قال أنا ما أحب القراءة. أنا الكتب اللي قطيتها وايد أكثر من الكتب اللي احتفظت فيها، هذا أمر طبيعي. فأنت لازم تجرب. صحيح. تشوف شنو الأشياء اللي أنت تحبها في حياتك، حتى لو تقيسها على الواقع الشخصي. أنا مثلا أحب الأفلام الاجتماعية، جرب أقرأ رواية اجتماعية مرة. أستاذ عبد الوهاب، أنا بنتقل معاك الحين من باب القراءة لباب مؤلفاتك. إحنا نعرف أيضا أن أنت تعطي دورات في الكتابة. صحيح. يعني حتى الشاب اليوم اللي حاب أنه هو يبلش تقدر تبلش يمكن على أسس موجودة، وهذا للأسف إحنا ما نشوفه وايد موجود، أن إحنا اليوم عندنا وايد دورات في هذا الجانب. خلينا نتكلم عن الدورة اللي راح تقدمها أو في يعني رابطة الأدباء اللي راح تكون تخص الرواية. أنا الحقيقة قدمت 28 دورة قبل هذه، واحدة فيهم كانت في الرياض من تقريبا شهرين. هي الدورة خلينا نقول فن كتابة الرواية، كيفية كتابة الرواية تختلف طبعا كتابة أي نوع ثاني من نعم هي بس تشرح كتابة الرواية والقصة القصيرة والمقال والخاطرة. كثير من الناس يقولوا لي الكتابة موهبة، شلون أنت تعلمنا إياها؟ أنا دائما أقول المثابرة أهم من الموهبة. صحيح. ممكن أنت ما تكون موهوب لكن تعوض نقص الموهبة عندك بالمثابرة. أتفق معك بشغلة، أن الموهبة إذا ما هذبناها بقواعد ممكن ما تكون ذات فائدة، بقدر لو أن أنت عندك قواعد تبي تخرج فيها بأفكار أنت قادر. أنت راح تنقل حتى أفلامك أو عفوا كتاباتك إلى أفلام، صحيح؟ صحيح. والحقيقة تم عمل فيلمين قصيرين، واحد من الشباب من دولة قطر الشقيقة مدته تقريبا كان 13 دقيقة فيلم قصير، وفيلم ثاني اسمه المحفظة من شباب كويتيين موجودين حتى هم على اليوتيوب. لكن بعدها انتقلت إلى الخطوة خلينا نقول الاحترافية. تم عمل فيلم اسمه شقة 6 مدته ساعة ونص، كان مفروض أنه يعرض الحقيقة في عيد الفطر اللي فات، لكن بسبب وجود فيلم كويتي ثاني معه فارتأوا أنه يتأجل هذا شوية. راح يعرض إن شاء الله يمكن خلال الأسابيع القادمة، وفي فيلم آخر إن شاء الله بيعرض في عيد الأضحى أيضا. هذه كلها طبعا من كتاباتك؟ لا، كلها من كتاباتي اللي شاركت فيها. نعم، وشاركت حتى يمكن في كتابة السيناريو بعد بعض التعديلات. السيناريو هذا نعم. الشيء جميل أن أنت اليوم تشارك في كتاباتك وتحولها إلى أفلام سينمائية، وطبعا بتمثيل وإخراج يكون جيد في عرض هذه الروايات. إن شاء الله أتمنى لك التوفيق أستاذ. الله يسلمك. لكن أنا بتكلم شوي عن المخرجات اللي يلبسها الفرد من الاستمرار في القراءة. شنو يعني يقدر يكتسب المخرجات اللي يكتسبها الفرد في القراءة؟ والله أمور كثيرة، يعني ممكن تصنع منك إنسان متخصص في شيء خارج نطاق تخصصك. أنا أقرأ في علم النفس من عمر 13 سنة. نعم. ما يعني أبالغ إذا قلت لك في أخصائيين اجتماعيين يولي يطلبون مني المشورة وهم أصحاب التخصص. نعم. أنا وأنت صاحب تخصص آخر تماما، أنا مهندس يعني كيميائي، ما لي أي علاقة في الأدب، وأيضا نفس ما لي أي علاقة بعلم النفس، وأيضا ما لي أي علاقة في الأدب، ولكن مع هذا أعطي دورات كيف تؤلف كتابا بعد الخبرة الطويلة. هذا من خلال ممارستك والخبرة الطويلة. من خلال القراءة. اليوم أستاذ أنا بطلع شوي عن الموضوع، في ناس وايد تتجه حق لما تيجي تشتري رواية أو كتاب حق الموضوع، لأنه يكون أساسي الغلاف والموضوع. فأبي مدى تأثير هذا الشيء على شرائك للكتاب؟ يعني اليوم إذا أنا بروح أشتري كتاب، أول ما يلفت انتباهي في الكتاب اللي هو الغلاف،
والموضوع مال القصة أو الرواية، لكن لما أبتدي أقرأ فيها من بدايتها تلقى هني يمكن رداءة القصة، فرأيك من خلال اللي هو تجهيز هو طبعا هذا حق متاح للكاتب أنه يسوي هالشيء، وممكن يخدع بعض القراء، لكن ما راح يقدر يخدعهم في العمل الثاني، خلاص قرأوا عمل الأول شافوه سيء وما راح يشتروا للعمل الثاني، وفي كثير من الكتاب انتهوا بعد العمل الأول، كتاب شباب مع الأسف. بأرجع حق موضوع مهم، يعني قال قبل شيء زميلي بدر أن موضوع الغلاف يخدع، احنا الآن خلينا نتكلم عن استخدام اللغة العامية في الرواية. طبعا احنا ما نختلف ان لما مرات يكون في اقتباسات او مرات يكون في اشارة معينة، لان ادب الرواية بالنهاية هو مو شيء واضح وصريح، مو معلومة قاعد نقراها، احنا نستنبط الاحداث او نستنبط القيمة من وراء الحدث، فنحاول نعرف شنو الهدف المقصود من وراها. مرات انت تلجأ لانك تحط كلمة كويتية او تحط كلمة عامية حتى لو كانت باللهجة المصرية اي لهجة اخرى، تحطها لانك تشير الى شيء، ولكن الرواية لك تبلش من بدايتها باللغة العامية إلى نهايتها، هل ترى أن هذا اليوم أصبح نوع من الركاكة في الأدب خصوصا ما بين الشباب؟ والله أنا الأمانة ما أيد كتابة الكتب باللهجة المحلية. لما أنا أكتب كتاب باللهجة المحلية كأنه واحد قاعد يسولف معي، أنا شنو استفدت من السالفة هذه؟ صحيح. ما راح يكون في أي تطوير للغتي، ما راح يكون في اي اثراء لثقافتي، سالفه واحد قاعد يسولف معي. انا الحقيقه ما ايد الكتابه باللهجه العاميه، ولا اقدر يعني اطعن في الكتاب اللي يكتبونها، ولكن غير مؤيد لها حتى في دار النشر اللي تشرفت بتاسيسها، يمكن من تقريبا 160 او 170 عمل يمكن اثنين بس اللي قبلناهم باللهجه المحليه وشفناهم جيدين رغم انهم باللهجه المحليه، استثناءات يعني. نعم بالتأكيد. نبي منك رسالة تحب توجهها للسادة المشاهدين، بما أنك كاتب روائي وقاعد تشارك اليوم في السينما، نبي نشجع شبابنا الكويتي على الكتابة، فنبي رسالة منك إلى المشاهدين والشباب اللي قاعد يتابعونا. هو الحقيقة دائما أقول هالشغلة، يمكن قلتها في كذا محاضرة في السابق، أن كلمة الشباب هم اللي يبنون الوطن كلمة مكررة، ومن كثر تكرارها صارت الآن مملة وما لها معنى حتى مستهلك. لكن لو نشوف في دول العالم كلها المتطورة، الثروات الطبيعية ما بنت هذه الدول، عقول الشباب اللي فيها هي اللي بنتها من اختراعاتها وتقدمها العلمي. بالتأكيد إن شاء الله كل التوفيق لك، نتمنى لك التوفيق في كتاباتك القادمة وأيضا الروايات اللي ممكن تشارك فيها في الأفلام وفي ختام أعمالك، إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق أستاذ. إن شاء الله. شكرا جزيلا. نتمنى لك كل التوفيق، وأنا بالنسبة لي قلت لك شهادتي مجروحة جدا فيك أستاذ عبد الوهاب، وأتمنى اليوم أشوف شباب اللي حابين الأدب الرعب، اللي حابين اليوم يقرون روايات أستاذ عبد الوهاب السيد، أكيد هم أشخاص الحين إذا كانوا قارين لرواية راح يعرفون أنا شنو أقصد. نتمنى نشوف أكثر من عبد الوهاب السيد موجود عندنا، ويمكن حتى شيء جميل إذا كانوا يتفوقون على شخص مثلا كأستاذهم. بالفعل الإنسان إذا قدر، منافسة حلوة، الإنسان إذا قدر أنه يتخذ قدوة ويتفوق عليها، هو بالنهاية عملية تطوير واستكمال لمرحلة أفضل مثل ما ذكرت، في صالح القارئ في النهاية أيضا، في صالح القارئ وفي صالح الوطن، في صالح عقول كل الشباب، لأن إحنا محتاجين اليوم أن الكل يطور نفسه. إحنا كذي نشكركم مشاهدين على متابعتنا، هذا كل اللي كان عندنا اليوم في برنامج شباب جول أوف أد. وصلنا معاكم مشاهدين مثل ما قالت زميلتي أنوار إلى نهاية حلقتنا اليوم، أتمنى إن شاء الله تكونون استمتعتوا فيها وكنا خفاف عليكم في حلقتنا. شباب قول وفعل هو برنامج لصقل نقول لاستضافة من هم أصحاب الإنجازات والمشاريع الصغيرة، وإحنا ندعمكم في هذا البرنامج. نشوفكم على خير في حلقة جديدة، فما الله.